بحلول القرن ال15 شهد مصب نهر الكونغو تواجد مكثف من مواطنين برتغاليين رحالة ومبشرين وتجار سافروا للجهة الغربية من قارة إفريقيا، وعلى الفور تكونت علاقات قوية بين الوفود الأوروبية وقبائل الباكونغو المسيطرة على المنطقة قبل ما يكتشفوا دافع أقوى لبقائهم. على ساحل إقليم كابيندا عثر على مساحات شاسعة من أبار النفط، وخلت من المقاطعة البالغة 7000 كيلو متر مطمع قوي للقوى الاستعمارية. وبحلول عام 1885 فازت البرتغال بالكعكة كاملة وأعلنت سيادتها على إقليم كابيندا وكذلك أنغولا. ولسنوات طويلة ما حس الشعب كابيندا إنهم جزء من أنغولا، لأنهم جغرافيا مفصولين عن أنغولا بشريط حدودي ضيق تابع لدولة الكونغو الديمقراطية، لحد ما انفجرت الأزمة سنة 1975. دولة أنغولا استقلت عن البرتغال وتولت إدارة إقليم كابيندا عشان تقوم الحرب الأهلية. واحدة من الجماعات اللي برزت عسكريا خلال الصراع الدامي كانت جبهة تحرير كابيندا، واللي حملت على عاتقها مسؤولية القتال بحثا عن الانفصال، حتى لو تطلب الأمر إنهم يفتحوا النار على منتخب كرة قدم. بعيداً عن الصراع السياسي العرقي الدموي، تكلفت أنغولا باستضافة منافسات أمم إفريقيا 2010، وفي قرار عجيب تقرر إقامة ماتشات المجموعة الثانية في ملعب تشيازي المتواجد داخل إقليم كابيندا. توجو، غانا، كوت ديفوار، بوركينا فاسو، مجموعة حديدية أطلق عليها اسم مجموعة الموت، وكان اسم على مسمى لكن للأسباب الخاطئة. توجو عسكرت في الكونغو برازافيل، بدلاً من التنقل لإقليم كابيندا بالطيارة، قرر الاتحاد التوغولي إن الرحلة تتم براً بسبب قرب المسافة. لكن بمجرد دخول الحدود الأنغولية وبالتحديد الكابيندية، اتفتحت النيران على بعثة توغو. 15 مسلح يوجههم القائد سامي توني. أرسلوا وابل من الطلقات النارية على واحد من ضيوف أمم إفريقيا عام 2010. حافلة لاعبي توجو كانت مصحوبة بحافلة تانية فيها شنط السفر، بالإضافة لعربيتين شرطة فيهم 10 أفراد. والمدة 30 دقيقة ما توقفتش الطلقات النارية عن اختراق جسم وإزاز الحافلة، وما توقفش لاعبي توجو عن تلاوة الصلوات اليائسة بأصوات خافتة تحت مقاعدهم. ودعوا أحبتهم، ندموا على خطايا لم يتداركوها، ومتعة لم يختبروها، ورسالة لم يبلغوها، وكذبة قالوها سيقتلون 1000 مرة، سيلطخون بدماء رفاقهم، وسيعجزون عن مساعدة ذويهم. في اللحظات الأولى من وابل الرصاص سقط ماريو أجوا سائق الحافلة صريعاً، وقطع الطريق أمام أي فرصة للهروب ومباغتة المعتدين. عناصر الشرطة الأنغولية الأقل عدداً وعتاداً حاولت تردع النيران أمام شراسة مرعبة من جبهة كابيندا عشان يستمر القتال أكتر من نص ساعة. إيمانويل أديبايور قائد المنتخب طلب من زميله يتصلوا بعائلتهم يودعوهم، واتصل بصديقته الحامل وطلب منها تسمي ابنهم على اسمه كوصية أخيرة. الهجوم أصفر عن مقتل السائق، بالإضافة إلى باسكال أميليتي مساعد المدير الفني، وستانيلاس أوكلو المتحدث الإعلامي، بالإضافة إلى قائمة مصابين طويلة بين لاعبين وجهاز فني وأطباء وصحفي. الأنباء اللي خرجت بعد الحادثة مباشرة اتكلمت عن سقوط 4 ضحايا مش 3 بس. شبكة MSNBC الأمريكية قالت إن كوجوفي أوبيلالي حارس مرمى توجو فارق الحياة، بل صرح زميله فلويد أييتي لإذاعة مونتي كارلو إنه تقتل، وقال لو جبتولنا أوباما بنفسه فمش هنشارك في البطولة. لكن الواقع إن أوبيلالي حي يرزق، اتلقى طلقتين ناريتين في جسمه وأصيب في عموده الفقري والأمعاء والكبد والمثانة، وخضع في السنوات التالية لتمن عمليات جراحية عشان يعتزل كرة القدم تماما. وبلالي نجا من الموت بمعجزة، قضى أسابيع طويلة بيصارع الموت والألم عشان ولاده، وكتب في مذكراته ألقيت على جانب الطريق والبشرية بأكملها مرت سائرة في سبيلها. وبعد سنوات من العلاج الطبيعي قدر أوبيلالي يستعمل رجله اليمين بنسبة 50%، لكن اللي تغير في حياته فعلا إنه ما بقاش خايف من الموت،
بعد ما مرت العاصفة كان رد الفعل الأول هو الانسحاب من البطولة، بينما أعلن رودريجيز مينجز السكرتير العام لجبهة تحرير كابيندا تحمل جماعته لمسؤولية الاعتداء وأنذر بمزيد من الهجمات، وأوضح أن قواته كانت بتستهدف الشرطة مش منتخب توجو. في النهاية صدر قرار رئاسي بعودة بعثة توجو لبلدها والانسحاب من البطولة، لكن في واحدة من أغرب قرارات كرة القدم قرر الاتحاد الإفريقي إيقاف منتخب توجو عن المنافسات القارية 4 سنوات وتغريمه $50,000 أمريكي في تطبيق أرعن للائحة الانسحاب دون النظر للكارثة. لاحقا وبضغط من الاتحاد الدولي تم رفع الإيقاف، وعلى الرغم من فادحة الحادثة والحزن على الضحايا، لكن الحياة استمرت. أديبايور بعد ما اعتزل دوليا رجع واستمر مع توجو 9 سنين إضافية، بينما أوبيلالي الحارس اللي ودع عالم كرة القدم فأنهى دبلوم التعليم خاص وبدأ العمل على تأهيل الأطفال في أرض الملعب بمؤسسة تابعة لناديه السابق لوريان. أما اللاعب سيرجي أكاكبو فكان حظه أوفر وتعافى وواصل اللعب، بل ظهر مع توجو في أمم إفريقيا 2013 وقدها لربع النهائي. لاعب آخر شهد الاعتداء وهو فلويد أيتي، قدر يحقق حلمه بعد كده لما قاد فولام للدوري الإنجليزي الممتاز في 2018، وفي 2019 بقى تاني لاعب في تاريخ توجو يهز الشباك في البطولة الأقوى بالعالم. وصحيح أن الدماء سالت وبشدة في يناير 2010، لكن الزمن كان كفيل بتكفيفها.